صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله وأصدر قانون رقم 7 لسنة 2019 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات. وتسري أحكام هذا القانون على المواليد والوفيات التي تحدث داخل مملكة البحرين وعلى المواطنين البحرينيين في حالة وجودهم خارج المملكة. هذا ويلغي القانون المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1970 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.